أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ما معنى هذا الحديث؟ وهل هو في صيام الفرض في الجهاد أو في غيره؟ نعم، على ظاهره أن المجاهد إذا جمع بين الصيام والجهاد أنه يحصل على هذا الأجر، يحصل على هذا الأجر، وإن أخر الصيام فهذا له لا بأس. نعم.